الحباب السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون اموركم مزيانه يا ربي الكريم. في هذا الفيديو هنهضر لكم على الخدمه في دار العجزه، على اساس انني انا خدمت في دار العجزه واحد الوقيته، وهنشرح بزاف الحوايج للبنات وتالرجال الاخوان اللي باغيين يخدموا في دار العجزه. وقبل ما نبدا الفيديو نتمنى انكم ديروا لي لايك في الاخر تاع الفيديو بيان سور من تفرجوا فيه، وسميتو وديروا لي ابوني ما كنتوش مابونين. وتنقول لكم بان القناه تاعي ما فيهاش غير هاد المعلومات تاع فرنسا، فيها بلوغات سميتو، فيها روتينات رياضيه تنهتم بالرياضه، وفيها تنهضر فيها على الشعر، تنهضر على دي برودوي كوزميتيك على الشعر وعلى الوجه. المهم فيها شي شويه من كل حاجه. نتمنى انكم تشوفوا الفيديوهات تاعو على اخرين، وتوكلنا على الله ونبدا الفيديو. شكون اللي يخدم في دار العجزه؟ شكون هو اللي تيخدم في دار العجزه؟ الناس اللي عندهم ديبلومات، لي ديبلوم ايد سوانيونت، انفيرميير، ايد ميديكو سبيسياليزي، لي زوكسيير دو في، لي اسيستون دو في. المهم غير هاد لابارتي اللي تيتكلفوا بالناس وتيديروا لي سوان وداك الشيء. او سميتو كاينه واحد لابارتي اللي تيكونوا متكلفين في شي ايباد، ماشي كلشي، بلانيماسيون تكون عندهم واحد ديبلوم سبيسيفيك. المهم في دار العجزه تقدي ولا تقد انت اخويا تخدم بديبلوم، وتقد تخدم بلا ديبلوم، تي با اوبليجي يكون عندك ديبلوم. دابا فرنسا كل ريجيون وكل مدينه تختلف على المدينه الاخرى. كاينين شي مدن ما تحتاجيش فيهم ديبلوم نهائيا والدخل تخدمي في دار العجزه، لان تيكون لا كونسونطراسيون تاع الناس المسنين كثيره، يعني تيبغوا الناس يخدموا، يعني تدخل لدار العجزه واخا ما يكونش عندك الدبلوم، وهما تيعلموك بشويه بشويه، تيديروا لك اون فورماسيون وتتعلمي وتتبقاي معاهم، وابخي تقدري تمشي ديري اون فورماسيون، تديري اون التيرنونس في لا ميزون دو روتريت في دار العجزه، وتتمشي تقراي شي شويه في سميتو في المؤسسات اللي تيديروا لي زورغانيزم اللي تيديروا لي فورماسيون بالنسبه لايد سوانيونت، شحال من حاجه. فوالا الحاجه اللي نقدر نقول لكم عليها بالنسبه لدار العجزه، بالنسبه لتجربتي، خدموا معايا بنات ما عندهم لا ديبلوم لا حتى شي حاجه. دابا كل مدينه كما قلت لكم وعلى حسب الناس المسنين، راكم عارفين دابا فرنسا تيكثروا المسنين بزاف، والناس الاغلبيه وليداتهم ما تيبغوهمش، ما تيبغوش يقابلوهم، تيكونوا بعاد ولا ما مساليينش ولا شي حاجه، تيفضلوا ان هذاك الشخص الكبير في السن يمشي لدار العجزه، ولا اصلا هذاك الشخص اللي مسن هو اللي تيختار يمشي لدار العجزه، لانه ما تيكون عنده لا حبيب لا رحيم حداه ولا شي حاجه، تيفضل انه يمشي لدار العجزه. الحاجه اللي نقول لكم بالنسبه لدار العجزه، كل دار العجزه، كل ميزون دو روتريت مختلفه على الاخرى. كاينين دي ميزون دو دار العجزه سميتو ميديكاليزي، يعني دي ستركتور ميديكاليزي، فيهم لونيتي تاع الزهايمر، فيهم واحد بلاصه في دار العجزه كاينه واحد لونيتي، واحد بلاصه عزينه بحال تقولي دار العجزه وسطها واحد الدار كبيره مكلفه غير بالناس اللي عندهم مرض الزهايمر. تيكون في هذاك دار العجزه الناس تخدموا خدامين اونصامبل، ولكن تيكونوا بحال تقولي دار العجزه وحده والاخرى وملاصقين، يعني في هذيك لونيتي تاع الناس اللي تيتكلفوا بهم في لا مالادي دالزهايمر. بيان سور تيكون اون بورت بلان دي باش ما يخرجوش، لان تتعرفوا بان الناس اللي مرض بالزهايمر تيخرجوا الاغلبيه تيهربوا. فوالا تيكون باب مسدود، تيكون ان كود ان مود دو باس، تيكون واحد الرقم سري باش تندخلوا لهذيك لونيتي تاع سميتو تاع لونيتي باش نقابلوا هذوك الناس اللي مراد بالزهايمر.
المهم في دار الاجازه كاينين غير الناس المسنين العيا وكبروا في السن وداك الشيء وجاو على اساس انهم سميتو ما بقاش قادين يجلسوا في ديورهم، وكاينين فيهم الناس اللي بز منهم جاوا لان ما بقاوش قادو يجلسوا في ديورهم على حسب المرض تاعهم وعلى حسب الباثولوجي اللي فيهم. المهم انا خدمت في دار العجزه فيها عطى الله ما يتقال في دار العجزه، عطى الله بزاف الحوايج على حسب سميتو على حسب انا اللي سنعرفها، ماشي بالضروره اللي كنتي باغا تخدمي وبغيتك ما قديتيش تلقاي خدمه في شي بلاصه وبغيتي ديباني كما تنقولوا بالعربيه تاع العبد، بغيتي ديباني وتخدمي دار العجزه وتصوري فليسات ومنها تكوتيزي على حساب سميتو على حساب باش ديري اون فورماسيون، خدمي في دار العجزه ديباني بها لان كاينين شحال من واحد ما تيبغيو تخدموا في دار العجزه على اساس انه قلبهم تيكون رهيف، ما يقدوش يبدلوا سميتو لي كوش، ما يقدوش يغسلوا الناس الكبار، ما يقدوش يلبسوهم، ما يقدوش شحال من حاجه، لان دار العجزه راه ماشي تنسمعوا دار العجزه تنقولوا بان الخدمه فيها سهله، الخدمه ماشي سهله في دار العجزه صراحه لله. تدخلي مع الصباح يعني كاين بعدا كاين دوز ايكيب، كاين ليكيب تاع الصباح وكاين ليكيب تاع الليل. انا واحد الوقيته خدمت مع ليكيب تاع الليل لان من خدمت مع ليكيب تاع الليل كنت خدامه غير 10 ايام في الشهر، خدمت 10 ايام في الشهر يعني بالنسبه ليا كانت مزيانه، يعني كان عندي شي شويه الوقت بالنهار، ولكن انت تدخلي مع الليل راه ماشي تتجلسي عطا الله ما ديري في الليل تتخدمي، كاين لي سوان، كاين سميتو كاين لا سيرفيونس، كاينين شي وحدين تينوضو في الليل تيبغو يخرجوا، كاينين شي وحدين شي ناس كبار مساكن الديامبول يعني تيبقاو غاديين جايين في الليل خاصك تشديهم وتهضري معاهم وترديهم ينعسو، كاينين شي وحدين تيعمرو حالتهم في الليل خاصك تنقيهم وتقابليهم وترديهم ينعسو، يعني ماشي تنسمعوا غير الليل راه الخدمه سهله، يعني سميتو كاينه تماره في الليل وكاينه تماره بالنهار، كاينين شي بنات ما يقدوش يخدموا نهائيا في دار العجزه لان قلبهم تيكون رهيف، لان بعد نوبه تدخلي على اساس انك باش تخدمي تلقاي شي واحد مات، تدخلي انت راه عطيتيه هي كل البارح والغد مع الصباح من جيتي تخدمي تلقاي مات، فهمتوني؟ يعني هذا الشيء تاع دار العجزه، هاد الخدمه على دار العجزه راه ماشي اي حد يقد يديرها، خاص واحد يكون كوستو بسيشيكمون يكون سميتو صحيح في راسو ويكون عنده ديك لا كاباسيتي ديك القدره انه يفرق ما بين الخدمه وما بين حياته. يعني انا سافرت لا من قاوت انا من تندخل دار العجزه من كنت تندخل نخدم تندخل كونسونطري غنخدم هندير 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 بروفيسيونيل غنخدم هندير اللي عليا، ومن تنقادي غير تنبدل تنحيد سميتو لينيفورم هذاك الشيء كله تنسد الباب تاع سميتو تاع دار العجزه تنخلي كل شيء مورايا، يعني شفت شي واحد مات تنخليها مورايا، شفت شي واحد الله يستر وحلت ليه وحلت ليه لان تيبدا ياكل بعد نوبات شي واحد كبير وعندو دي بروبليم تاع سميتو عندو دي بروبليم تاع باش يصرت الى غيف با ما قادش يصرت، سمحوا لي تنهضر شويه بالفرنسي لان كاينين شي كلمات ما تلقاهمش بالعربيه فهمتوني، ما قادش يصرت الله يستر وحلت ليه كاين بزاف الحوايج. علاش نقول لكم دار العجزه راه اللي خدمتي وصبرتي فيها واحد الوقيته بما تقادي وضعيتك ولا انت كنتي محتاجه انك تصوري فليسات ومحتاجه انك سميتو تخدمي وعندك واجبات وعندك دي فاكتور باش تخلصي وداك الشيء تديباني وتتغمضي عينيك وتتخدمي فيها، هذه بالنسبه للبنات وبالنسبه للرجال الاخوان، رات انا كانوا خدامين معايا رجال تبارك الله ما عندهم لا ديبلوم لا حتى شي حاجه وتبارك الله زعما كان مزطين، وسي بلو فاسيل بالنسبه للرجال لانه سميتو اش نديرو من هضرت على هاد لابارتي اش نديرو في دار العجازه، في دار العجازه تتغسلي الناس تتغسلي لي عندك بعد نوبات دي تواليت باغ جور
10 الناس غتغسلي ليهم في النهار محسوب عندك كي بلانينغ خاصك تحترمي سميتو هتلبسي هات سميتو لي اتسوانيونت هما اللي تيقادو الناموسيات كاينين معنا خدامين مع تكونوا خدامين لي زوكسيير دو في ولي اسيسون دو في دو فامي وهداك الشيء حتى هما تكون بعد نوبات عندهم نفس الخدمه ماشي بالضروره ان يكون عندك تي ديبلوم تاع اسيسون دو في ما ديريش الخدمه بحال هذه بعد نوبات عندنا نفس الخدامين وكاينين معنا بنات خدموا معايا بنات ما عندهم لا ديبلوم لا حتى شي حاجه وخدموا معانا وسميتو بشويه بشويه داروا اون اكسبيريونس وتتعلموا كما قلت لكم دار العشازة فيها تلبسي تغسلي لي ترونسفير لي ترونسفير هما اصعب حاجه لان خاصك تعرفي ديري لي ترونسفير تمانيبولي هذاك الشخص يعني تهزيه من بلاصه لبلاصه يعني تهزيه من كرسي ناموسيه خاصك تكوني عندك واحد لا كاباسيتي تاع ظهركي تعرفي كيفاش ما تضريش ظهركي ما تعرفي تخدمي بلا ما تهلكي ظهركي كما تنقولوا سميتو هادي من جهه كي اش تنديرو في دار العجازه بعد ما تنغسلو الناس في الناموسيه يعني تكون ما بقاش قاد يتحرك ولا شي حاجه تتسمى تواليت اولي يعني تنغسلو تنظفو ليه في سميتو في هذاك في سميتو في الناموسيه تنعطو لي غوبا تنعاونو الناس باش ياكلو كاينين اللي تياكلو عادي عادي حتى حاجه ما بحالنا بحالهم غير حنا تنقطعوا ليهم سميتو اللحام وداك الشيء بعد نوبات تيجي البلاطوات من الكوزينه تيجو مقطعين اللحام ومقادينهم حنا غير تنعطوا الناس وتنعطوهم او ميم طون دوايات من تيبداو ياكلوا كاينين اللي تنعاونوهم لانه تياكلوا غير ميكسي يعني ما بقاش عنده ديك لا كاباسيتي باش يصرات يعني ضروري ان كلشي تيتميكس تيجي من الكوزينه تصيفطوا لنا لو شيف كويزيني تاع الكوزينه وكلشي ميكسي كلشي مقاد حنا تنعطوه تنعاونوهم كاينه انا نهضر لكم على هاد لابارتي تاع لونيتي دالزايمر الناس اللي خدمت معاهم بزاف في سميتو في لونيتي دالزايمر الناس اللي عندهم زهايمر خدمت معاهم انا بزاف كاينين الناس سميتو متى تحط ليه البلاطو حنا ماشي شغلنا واش يسبق الديسير ولا يسبق سميتو لونطري ولا لو بلا ولا شي حاجه حنا ماشي شغلنا اش تيدير كاينين شي ناس تيبداو الناس لي ريزيدون الناس لي موسينين اللي كاينين تما كاينين اللي تياكلوا الديسير هو الاول ومن بعد تياكلوا لو بلا وبعد نوبات كاينين اللي تخلطوا هذاك الشيء وتياكلوا حنايا الخدمه تاعنا ماشي نقولوا لي اساس انك لا خصك تاكل هذه والديسير تخلي في الاخر الديسير بعد نوبات راه تكون غير غاطو موس وشوكولا ولا شي حاجه يعني سهل باش يصرطوا سهل باش ياكلوا حنا ماشي شغلنا هذا الشيء حنا اهم حاجه خدمتنا ان هذاك السيد سميتو الكبير في السن او ما يكونش كبير في السن لان الناس تاع لا مالدي دالزايمر بعد نوبات يكونوا تيتصابوا بعض المرض عندهم 40 عام حنا شلنا انا شلت ديكا عندهم مرض ب 40 عام ولاو سميتو مرض بمرض الزهايمر وكما تنقولوا هذا المرض تاع الزهايمر راه فيه دي جيغ كاين واحد دي جيغ يعني نيفو كاين نيفو واحد نيفو جوج نيفو ثلاثه على حسب سميتو المستوى تاع المرض تكون سميتو تكون لو ميدسان تاع الشخص هو اللي تقولنا على حسب لا باثولوجي تاعو لا باثولوجي هي هذاك المرض اللي فيه هذاك السيد فوالا المهم حنا عندنا كما قلت لكم ماشي انه المهم عندنا حنا هو ياكل هذاك الشخص المريض ياكل يعني يبدا بالديسير ولا يخلط لا بيغي مع لا موس وشوكولا المهم هذاك الشيء ياكلو غير باش نقول لكم بان الخدمه في دار العجازه فيها كاينه الخدمه يعني اللي كانت عندك هذيك لا كاباسيتي ديك القدره انك سميتو تخدمي كاينه الخدمه كاينين شي بلايص شي مدن ما والله العلي العظيم تنهضر لكم على صدق ما تحتاجوا لا ديبلوم لا حتى شي حاجه لان تيلمو ما بقاوش لقاو الناس يخدموا في هذا السيكتور تيقبلوا اي واحد يعني تقدري تدخلي غير سي دي دي
في شهر وبشويه غينوفلي وليك سي دي دي وتزيدي وتزيدي وقدو يعطوك يفو بروبوز ان سي دي لي وانت غاديه بشويه بشويه. اش غير باش نوصل لكم شي حوايج. عرفتي هاد الدومين تاع دار العجزة راه خاصني لي ساعتين كما قالوا ولا ثلاثه سوايع ويا ترى نكملوا ويا ترى نهضر على كل شيء ان عطى الله ما يتقال وعطى الله ما سميتو ما عطى الله ما يتقال فيه هاد الشيء تاع الخدمه في دار العجزة. المهم اللي نقدر نوصل لكم في هاد الفيديو الحباب ان دار العجزة كما قلت اللي بيتي ديباني بيها وبيتي تخدمي ولا بيتي ديريها مهنه راه كاينه الخدمه راه كما قلت لكم راه غير اوكسيير دو في تخدم تما ولكن على حسب ليطاج اللي كانت قاريه شي شويه قاريه الفرنسي وقاريه سميتو تعرف تكتب وتعرف شي شويه البي سي وتعرفوا بانها زعما كاين عارفه هذا الشيء راه بشويه بشويه سميتو تطلع في لو دوغري وتطلع في الخدمه تاعها. دار العجزة فيها لي زانيماسيون يعني من الصباح من تنديروا من تندوزوا الشاريوات تاع الفطور وتنعطوا الناس يفطروا هي هذيك من بعد التواليت من بعد ما تنغسلوا ليهم وداك الشيء تنظفوهم وتلبسوهم وتنخرجوا الناس في لا سال داتونت. كاينه واحد لا بارتي تاع لانيماسيون اما نشاركوا في هذيك لانيماسيون ولا كاينين شي بنات سبيسيفيك تيخدموا مع الناس تقد تكون غير سميتو تقد يكون هاد لانيماسيون نقراو الجورنال تاع النهار نقدو نخدمو نديرو دي جو دو سوسيتي نقدو نخرجوهم بعد نوبة تنخرجوهم تيتمشاو تنديرو دي بتي جروب تنخرجوهم يتوشاو. انا تنهضر في هاد لابارتي على الناس غير لي مراض اما الناس اللي عندهم المرض تاع الزهايمر ما تنخرجوهمش اللي بغينا نخرجوهم خاصنا ما هي وما لونها وخاصنا واحد البروتوكول سبيسيفيك هادوك بوحدهم يعني اصلا ما تيدخل عندهم حتى شي حد وما يقدوش يخرجوا بحال هكذا يعني تكونوا في واحد البلاصه مسدوده وسميتو سيكوريتي باش ما يهربوش لينا صراحه لله. اما الناس اللي في الجهه الاخرى اللي تكونوا مرض غير بالكبر ولا عندهم مرض عادي ولا شي حاجه هادو تنقدو نديرو معاهم شحال من حاجه. كاينين فيهم شي ناس باقين عندهم لا كاباسيتي مورال وماشي ديبوندون يعني يقدو يتحركوا ويقدو يديروا شحال من حاجه يقدو يخرجوا يدوروا دويره بوحدهم ويرجعوا لانه باقين تيتمشوا وباقي تياكلوا بوحدهم وباقين يدوشوا بوحدهم وباقي يديروا شحال من حاجه بوحدهم يعني ماشي غير نسمعوا دار العجزه ونسمعوا بان كل شيء تكون فيها مريض ومهلوك وكل شيء. كاينين فيها الناس اللي جايين غير باش يسكنوا ما بقاش قادين يسكنوا في ديورهم وتعيشوا تما عندهم بيت ولا عندهم ان بوتي ستوديو يا هذيك عندهم سميتو عندهم تيقضوا غرضاتهم بوحدهم تيمشوا الغيستو تياكلوا بوحدهم. وكاينين اللي في الغيستو من تنجيبوهم بحال هكذا تنعاونوهم في الماكله. المهم هذيك السيده ولا داك السيد اللي غيخدم في دار العجزة خاصو يعرف بان عطى الله ما يداو خاصو يكون بوليفالون اشنا هي بوليفالون هو انه سميتو في محطته يتحط يعني تكوني غاديه تتمشي مع شي سيد كبير وعمر حالته يعني هتشديه وهترديه بشويه وهديري لي كون وهتبدلي لي لا بروتيكسيون وهتنقي وهتكوني بيه وهتنظفي لي حالته فهمتي تعاملي معاه سميتو على اساس انه يبقى دائما النظافه. اهم حاجه خاصكم تعرفوها من تنخدموا في دار العجزه هي تلعبوا على ثلاثه الحوايج مهمين هي لا سيكوريتي الامان تاع داك الشخص اللي كاين في سميتو في دار العجزه. ثاني حاجه هي انك تصمتي ليه وتعطيه الخاطر. ثالث حاجه انك من تكوني جايه تخدمي يكون عندك واحد الاسبري مزيان ما تجيش وانت طالع ليك قدام تقولي ناري هندخل هنخدم هلقى هادو الشيباني وداكشي لا تجي اللي كان عندك الاسبري مزيان وتقولي سي ربي عطاني هاد الخدمه هاد الوقيته ونضيباني بيها ونخدم وخاصني نديرها في احسن الامور توكلي على الله وديري هاد الخدمه سميتو لان ما ننساوش ان دار العجزه اي تنخلصوا ولكن تناخذوا اجر تاخذي هذاك الاجر اللي درتي ديك الخدمه زوينه هذاك غير ضحكي لي في وجهه راه واخا تيكون ما تيهضرش ولا ما بقاش باغي يهضر ولكن لو في انك تضحكي لي في وجهه كاينه ديك الابتسامه
تدخلي وانت فرحانه بانك تخدمي، لانك تتصوري واحد الرزيق تاع الفلوس من هذيك القديمه، او اون ميم طون راكي دايره خدمتك. يعني خاص ضروري يكون عندك الخاطر ويكون قلبك كبير، يعني شي حوايج سميتو الانسانيه كما تنقولوا الانسانيه. يعني ما كنتيش اومين ما تقديش تنجمي، لان دغيا يطلع لك الدم ودغيا تعصبي. لكن ما عندكيش الخاطر انك تهلاي في هذوك الناس الكبار، راه مات سميتو ما يمكنش ديري خدمتك كما هي. فوالا كيفاش هضرت مع سميتو مع هذا الدومين انا عارفه بزاف، يعني محتاجيش انني ندير مصوات، يعني طلقت الكاميرا وبقيت تنهضر. المهم الحباب اللي بغيت نهضر لكم على لي فورماسيون تاع اوكسيير دو في اد سوانيونت اد ميديكو، نهضر لكم على هذوك لي زانيماسيون اللي تداروا في دار العجزه، نهضر لكم على هذا الميليو ميديكال وسورتو في لي ميزون دو روتريت وتاع ادوميسيل. خلولها ليا في التعليق، راني ندير لكم فيديوهات لان كاينين شي حوايج انا عارفاهم مزيان، كاينين شي حوايج تنمشي نقلب عليهم مع صحاباتي ومع قنوات وحدين اخرين تنتصنت ليهم وتنحاول انني نجيب المعلومه في هذا الدومين تاع الخدمه. انا تنهضر لكم على المهن. المهم كما قلت لكم المهنه تاع دار العجزه، الخدمه تاع العجزه فيها بزاف الحوايج عطا الله ما يتقال. المهم اللي كنتو بغيتو تخدمو دار العجزة وبغيتو ديبانيو بيها وعندكم هذاك الخاطر وهذاك القلب انكم تهلاو في هذاك الشخص وتعاملوا معاه مزيان، الله ييسر ليكم، الله يعاونكم، الله يسميتو، الله يعطيكم الكوراج باش ديروا خدمتكم في احسن الامور. لان الاغلبيه تخدم واحد لا بيريود في دار العجزة وابخي تيقول عييت، ومن حقه، لان باش سميتو باش تشوفي الناس الكبار يوميا وتشوفيهم بال ومساكن ومراض هذاك الشيء راه سي با فاسيل. يعني انا غنحتارم هذاك الشخص المريض و اون ميم طون غنحتارم هذاك الشخص اللي خدام ومقابلو، يعني غندير بحسابهم بجوج، لان هذاك اللي تيقابل تا هو واحد وقيته تيعيا، وهذاك الشخص الاخر اللي سميتو اللي مريض خاصنا نديرو بحسابو ونتعاملو معاه مزيان سميتو ويكمل حياتو، اكمل حياتو سميتو في بطريقه زوينه، بطريقه زوينه. وما نسمعوش فكرتوني ما نسمعوش دار العجزه بان كل شيء غالي. كاينين دار العجزه تيخلصوا فيها الناس واحد الثمن، كاينين دار العجزه غاليه على حسب، كاينه ليطا، كاينه البريفي، كاينه شحال من حاجه. خدمتي مع ليطا راكي وكان عندك الجنسيه راه تتولي موظفه معاهم، هذه على حسب سميتو كانت عندك لا ناسيوناليتي وبغيتي تخدمي مع دار في دار العجزه محسوبه على لا ميري، راه تتكوني محسوبه على سميتو تتكون عندك موظفه. اما كنتي خدامه بحال في البريفي مع دي ستركتور في البريفي بيان سور راه ما تحتاجيش انك تكون عندك الجنسيه، وتفليطا حتى مع الحكومه، يعني تخدمي معاهم ولكن غيغونوفليو ليكي سميتو غيغونوفليو ليكي لو سي دي دي، يعطوكي سي دي دي تاع عام ويعاودو يجدو ليك ونهار غتاخدي الجنسيه الفرنسيه هاي سميتو هاي يديرو ليكي سي دي. فوالا فهمتوني، تتمنى انني شرحت هاد النقطه مزيان. المهم خليت ليكم الصحه والراحه والعافيه، دخلوا عندي الانستغرام الله يكبر بيكم، نحط لكم انستغرام تاعي الفوق ولا تحت ولا شي بلاصه، دخلوا عندي كبروا بيا. والحاجه اللي نقد نقول لكم الخدمه ماشي عيب، خدمي فيما لقيتي بما تقادي ورقاتك، خدمي فيما لقيتي بما تحسني الوضعيه. لكن انتي محتاجه تخدمي خدمي وسيد ربي يعاونك وسيد ربي يسهل ليكي، لا انت يا لا انت اخويا العزيز. المهم تنهضر مع البنات وتنهضر حتى مع الاخوان، فوالا وسيد ربي تعاون. وابخي اللي بغيتي تبدلي لا فورماسيون ولا بغيتي ديري شي حاجه اخرى راه تتبدلها بيان سور. المهم خليت لكم الصحه والراحه والعافيه، ولعجبتكم القناه تاعي خلوا لي لايك سمحوا لي الهضره تتلف بعدني، وخلوا لي لايك وخلوا لي تعليق، ومرحبا بكم كما قلت لكم في انستغرام. الله يفرحكم والله يسهل لكم والله يعاونكم، ونتمنى لكم الخير والرباح.